قتيل بالفكر والتحليل. آياته كالنور لا ترتضي بمثيل. قد أعجز البلغاء والنص خير دليل. ما رتل الرحمن وأتى به جبريل. أين الذي يرضاه؟ أين العقول؟ أين العقول؟ دكتور عبد الدايم الكحيل الأستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية، مسألة الضرب على الوجه وما له من مخاطر وأثار سلبية سواء نفسية أو صحية على الإنسان، ماذا توصل العلم الحديث بهذا الخصوص الدكتور؟ الحقيقة الملحدون الذين ابتعدوا عن طريق الله كيف يعيشون اليوم؟ هناك مشاكل عنف منزلي لديهم بنسبة عالية جدا، أعلى بكثير مما لدى المسلمين على فكرة. يعني في الولايات المتحدة الأمريكية كل مثلا من 3 إلى 5 دقائق هناك حادثة عنف منزلي قد تنتهي بكسر في الوجه أو الأنف وقد تنتهي بالموت أحيانا. إذا لماذا يحدث هذا العنف المنزلي؟ لأنهم ليس لديهم هدف لا في الدنيا ولا في الآخرة. هم يعتبرون أن هذه الحياة هي كل شيء وأنهم سيعيشون هذه الحياة وانتهى الأمر. قلة إيمان. وبالتالي إذا كان الإنسان لديه زوجة سيئة مثلا أو قليلة الصبر أو ربما يكون هو سيء، لا يصبر أحدهما على الآخر لأنه يعتقد أن هذه الدنيا إذا انتهت انتهى كل شيء. ليس هناك شيء اسمه صبر ابتغاء وجه الله، ليس هناك شيء اسمه أن تراعي حدود الله عز وجل. لذلك تكثر لديهم مشاكل العنف المنزلي والضرب وبالتالي يضربون على الوجه أحيانا. ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أثناء الضرب على الوجه هناك مشاكل في السمع تحدث إذا كان الضرب قاسيا على الأذن، وهناك مشاكل في الدماغ وبخاصة عند الأطفال الصغار لأن دماغه لازال يعني يتكون، وبالتالي أي صدمة فإنها تؤدي لمشاكل ربما لا تظهر الآن تظهر في المستقبل على شخصيته وسلوكه. فإذا النصيحة التي يوجهها العلماء اليوم أنه إذا أردت أن تضرب لابد فتجنب الوجه، لأن الوجه فيه أهم يعني فيه أهم عنصر هو الدماغ وفتل الأعصاب وفيه نعم النظام العصبي متركز هنا في الوجه في الدماغ، فيه نظام السمع ونظام البصر ونظام الذي يبدأ بالهضم هنا في الفم المضغ الأسنان، فيه نظام الاستنشاق هنا، فكل حواس الجسم متوضعة في هذا الوجه سبحان الله. يعني إكراما لهذا الوجه الله وضع كل هذه الحواس طبعا. لذلك هذا الوجه حساس جدا وينبغي أن تنتبه مهما كنت عصبيا أو مهما وصلت إلى درجة من الغضب ينبغي أن تنتبه إلى هذا الوجه، ولا يجوز أن تقترب منه وبخاصة عند الأطفال، لأن هناك يعني دراسات كثيرة كما قلنا وجدوا أن الضرب على الوجه شيء سيء جدا. وطبعا هو الضرب يكون أحيانا بهدف التأديب، يعني أنت تضرب طفل بهدف أن تؤدبه، ولكن إذا كان الضرب على الوجه فإنه سيؤدي إلى مشاكل خطيرة وقد يكون عاهات دائمة طبعا. لذلك ينصحون بضرورة تجنب الضرب على الوجه. دكتور كيف نصحنا القرآن الكريم ونهانا عن هذا السلوك؟ نعم، الحقيقة القرآن الكريم في كل آياته يأمرنا بالبر بالإحسان بصلة الرحم، حتى عندما أمر بضرب الزوجة التي أشرفت على الطلاق والنشوز، يعني والتي تخافون نشوزهن. الضرب ليس عبثا في الإسلام، لا يجوز لك أن تضرب بمجرد أن لأتفه الأسباب، بل إنك فقط في حالة أنك خفت من شذوذ هذه المرأة ومن الطلاق فوضع لك الإسلام حلا إسعافيا أن تضرب المرأة، ولكن ضربا خفيفا في كل التفاسير
قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن أولا، أيوة، واهجروهن في المضاجع ثانيا واضربوهن. كل التفاسير تقول إن الضرب هو آخر مرحلة قبل الطلاق، خوفا من الطلاق لكي لا تتهدم الأسرة، وأن هذا الضرب يجب أن يكون ضربا خفيفا غير مبرح. حدده لنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه. انظر كيف يتطابق كلام هذا النبي الكريم مع العلم الحديث، نهي صريح. لذلك الملحدون اتخذوا هذه الآية وسيلة للتشكيك وقالوا إن الإسلام يظلم المرأة. الإسلام لا يظلم المرأة، هو فقط يريد أن يحافظ على سلامة هذا البيت وعلى عدم تفكك الأسرة وتشرد الأطفال، لذلك سمح لك كحل إسعافي وأخير قبل الطلاق أن تستخدم يعني ضربا خفيفا جدا، حتى إن أحد مفسرين قال ضرب بالسواك، سبحان الله. فهذه رحمة الإسلام وهذه تعاليم نبينا عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. نحمد الله على نعمة الإسلام يا دكتور. الحمد لله. جزاك الله على كل خير. بارك الله. شكرا جزيلا. هذا هو القرآن قد أنقذ الإنسان على الورى إحسانا بالذكر والدعوات يا مبصر الأكوان الذكر خير لسان جود من الرحمن فتح الهدى جنات.